ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، حديثي إليكم في هذه الخطبة تحت عنوان التذكير بفتنة المسيح الدجال. أكرر، التذكير بفتنة المسيح الدجال. اقترب مني بعض الأحبة هذه الخطبة عن الدجال، فوجدت نصيحتهم توافق نصيحة لعالم يسمى السفارياني. قال: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. وقد ورد في ذلك حديث صححه الهيثمي في مجمع الزوائد عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. اسمجت حمل فميوية، الموضوع يثير الانتباه. كان اصدكار عباد الله في الفتنة المسيح الدجال. ايش الفتنة؟ شهد البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. ايش الفتنة؟ طب قرأتوا للتنصيان طب نصير مع الأحبة أتينا الخطبة المسيح الدجال. شوف النصيحة أنت توافق نصيحة يجب عن يقام ما ينبغي لكل عالم. شمار العالم أو الواعد أو المرشد أو الإمام، هذه بس أحاديث الدجال أحجان الدجال المغارن عين القرن. ما هذه العلامة؟ الخروج النص نسيان ذكره فوق المنابر. يعني استلاء إما كان الحد خروج الدجال وانت فتنة تبقى تضيب الفتنة ومثل خاب آدم إلى قيام الساعة تعزز والعياذ بالله. إذن الأنبياء حذروا قوامهم من فتنة الدجال لأنهم يعلمون يقينا خطر فتنة الدجال، فقد حارس النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الأنبياء من لدن نوح حذر أقوى من سن ولهن يبجن شرقا وثيث. والله أيها الأحبة، خرجت يوما إلى البادية فوجدت وادي البادية ممتلئ بالبشر. سألت نفسي: هل انتقل سوق المدينة إلى هنا؟ يعني في الغار كم وفي إغزي عمان، إغزي عمان، ساحة عمان، رغاشي، افتضار، ازدحام، ناس ما تسلقهم السوق ذا الدنيا. قيل لي أن شاب من اسم الشاب ضامسيا يخبر الناس بما يقع غدا وبعد غد، ويشفي الناس ويداوي الناس ويفعل، المهم الشعوذة والعياذ بالله. فقلت في نفسي: كيف تمر الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم مع ما معه من الخوارق؟ ما مش كان عدو في الدين المسيح الدجال، هذا غدا في الدين اش خارق يتقف السميد وقع عندي والشان اش غداوي وفي السوق وفي غزاي عمار يغزي ساعة عمار البادية كبرت عمار ناس مش نخن في السوق ذا مسلا اش خارق خاسو شامون خاسو مغاري دياري يسلك والجمن يقار ايش الرواية فتاع الناس ايش انت بغض غاسو تيسنا
مرأة عجوز تعلوش تجلس على الشاشة وما ليش المرض شان تنعجي وما لا تدف تشدم زوارهم نخاصم ذات كبه وشاته مضاذين يوم تخاصم بس جمار تانيس قبل يتعاوض الله باش مشي رمانا واش ما ليش المرض ستين فن هذا عرس على 70 سنة هذا يلغي الجهد والله شما تلك تشد وش من غير وقع هذا يحفظ ربه إذا تخبى يودا مثل أنا يعصف ربه بدا غينا الله سبحانه وتعالى القرآن بدا غينا رسول الله للسنة حموات الحكم فتنة نعوذ بالله من شرها. إذا فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعريف المؤمنين بصفات الدجال الخلقية حتى إذا ظهر لم يخفى على الناس الشيطان مش غير للصورة فغضوا بالنس للدين نس للطويل نس. ولذلك حث العلماء على نشر أحاديث الدجال تعريفا به وحفظا لها لكي لا تتناسى الأمة حموات التوع ماشي التوي والله سرعان ما ننسى واش وجه ونحسن هو يخفى النظر ليه انها اخدو اللي قد اخرعه ليه انت عزيزي وما نعمني بشارة خسر صلى الله يقال غينة ويهرجوا ابشروا وعملوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا تنين انخفى الحريص للشين تنخفي قدر رسول الله تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم نتهرجوا والعياذ بالله اذ كنوا معي باذان صاغية وقلوب حية يثمر ذلك في قلوبكم أيها الأحبة الفرار وإنكار الفتن ما ظهر منها وما بطن قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عود العودة فأي قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء حتى يصير أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان الله من أمر تصريح في النس والنبي صلى الله عليه وسلم قال الفتن تدخول شنو تشوفوا جاهد تشريك الآثار شاول فين كان يكون قوة الزيس الإنسان بغن كيف تشملت تقول تغير إذا شملت الصفة أصدار الفتنة ما دامت السماوات والأرض أيها الأحبة في الله رغم أن الدجال سيخرج في آخر الزمان وعند اقتراب الساعة ودنو أمرها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله حذروا أمامهم منه حتى بلغ من تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فكرة الدجال أن قرنها بفكرة القبر عند الاستعاذة بالله في دلالة على ما يدخل الناس من شره وذلك أن فتنة تقع في تشكيك الناس في أصل دينهم وفي ربهم سبحانه وتعالى فتنة يمشي الماء من غير أحد وسبوس نلقن الجوع نعايق لا فتنة في الدين لا إله إلا محمد رسول الله هذه الدعاء الربوبية والعياذ بالله نغم تنغشى مش عويل الدين سيمتو من يودا نخلع ثمين المصيبة نسأل الله السلامة اللي خايف رسول الله فتنة عذاب القبر تشهد نستعيذ بذلك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رواه البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم أكبر فتنة تمر على العباد منذ خلق الله آدم عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال ونشن فتنة اكتاس استعابا والعياذ بالله والحديث في صحيح مسلم ففي حديث تميم الدارد رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الدجال موجود منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وربما قبل ذلك وأنه محبوس في جزيرة في بحر ماء إلى أن يغفر الله بخروجه وخلص تميم داري بل غرموت دوك غرموت للدياخ في جد فروكتي في غاش الجزيرة فضاسي جد دابا قامس للسلساسة الشعامار نسا وحكي له دلو روح روح في الديني شاف إخبار 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث طويل نسا خاسي صحيح مسلم إلى أن يغفر الله له بالخروج عند حلول زمانه ويكون ذلك في آخر الزمان في زمن يتسم بالفتن والحروب ويتسم أهله بخفة الدين وخلة العرض مثل الفتن الحروب ثم العبة عند الوقت النوال ويسنغال شيء توحيد تقرير معرفة السلام بالتقرير وفي حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه ما يؤكد أن خروج الدجال أحد الأحداث العظام التي تنبئ بقرب قيام الساعة ودنوها قال رضي الله عنه اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون؟ من الله خلق به الا الذكر والدنيا
ورقم شمال. قالوا نذكروا الساعة زمن يوضح بجنة تشكرون. مع ذلك سوى القيام ساعة النبي صلى الله عليه وسلم في الكارثة من تقب يا رسول الله نتذكر الساعة. ما قال ما تذكرون؟ قالوا نتذكر الساعة. قال إنها لن تقوم في مجلس الأمارة حتى تروا قبلها عشر آيات وذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. وقع الاختلاف بين العلماء في ترتيب زمن وقوع هذه العلامات، إلا أن غير واحد من أهل العلم ذكر بأن الدجال هو أول هذه العلامات. تنزور والعياذ بالله، علامات يعني الساعة الكبرى مش الصغرى مش القفص. دروس تيقيم الوهم من إخبار رسول الله قيدها صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم نتوشى الساعة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ دخل رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال أحد القوم كره ما قال، وقال قال آخرون لم يسمع ما قال. وهذه جيوب ذمي حتي قارج قيشاه بن سيدنا حتي قارج لخواسي سري كتين رسول أين السائل؟ ويتكسر قال أنا ذا رسول الله قال يكيف سيم الجين نور نوز الجيف نضطع عنيني وهم ربيع. قال إذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. فهمت ثميث؟ إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي رواية وما أعددت لها في الساعة من اسمه قال حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المرء مع من أحب وليحب الشكس يحشى إن السحاب الفاحش السؤال فأنت حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الخطب أيها الأحبة في التذكير فإن أول الآيات ظهور الدجال أيها الأحبة في توفي الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وصفا خلقيا دقيقا، فذكر علاماته المميزة حتى يكون الناس على بينة من أمره. كثير بشت الحمد لله اشكاظر برسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد حشد غير فعلنا نمر غصيص ما رد حشد غير إنها مخص ولا يجتبه عليهم، فجاء في وصفه أنه أعوار العين اليمنى ظهر التفوس وعيذ بالله أشرب بذلغة تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، وأن عينه اليمنى ناتئة كالعنبة الطافية على وجه الماء أحبته سنجيو يوامن أمد فضيط المسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعوار العين اليمنى كأن عينه عين عنبة طافية، رواه البخاري. وجاء في مسجد الدجال أيضا أن بين عينه مكتوب زي المعجزة. سبحان الله، حرصوا أيها الأحبة على التوحيد، حرصوا على الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ احرص على ما ينفعك. مش ينفع خاص الحيش مش تخاس ستة فراس سوق وانت تقول الحيش من خيسة لا ما رسل الهوى مش يصلح مش ينفع حتى دي التغذية طاك على الدين طاك مش ينفع يوم القيامة. احرص على ما ينفعك أيها الأحبة. وصف الدجال أيضا أن بين عينيه مكتوب كافر أيوة يقرأه كل مسلم. نادى التحدث غامضة، نادى الإسلام الصحيح، ونادى الإيمان، ونادى غامضة سواء إخواني وإيمان عشان التوحيد مثلا الإسلام نيشان يقامنا إليه كافر يقرأه كل مسلم، رواه البخاري. قال الإمام النووي الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتاب على ظاهرها وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات الطافعة بكفره وكذبه وإبطاله خارج مسلم، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب أو غير كاتب. إغراني وإغراني مماشي لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقول الحجر والشجر يا مسلم ولا يا عرب نفران نفران يا مسلم. كلمة مسلم يوضح تقتل تقرنش. ألزموا أولادكم بهذا التوحيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شد الشعب نزلوا يقرب زهر نزل لله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تلغي نغيث مليث معفل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يسألك صوت به أن بالدنس المن
إذن وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهر الله تعالى لكل مسلم كاتب أو غير كاتب. الحمد لله. فالدجال لا يدخل مكة والمدينة، وذلك خيانة لهما وتعظيم لحرمتهما ودلالة على صحة دين المسلمين. دين الأمقرب ما هي المدينة هي مكة أبدا، وإظهار لعجز الدجال وإمطار لكفره. وفي حديث تميم الداري رضي الله عنه أن الدجال قال له: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة وإلى مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، رواه مسلم. لضماء الكرة الأرضية والشيمشة مثل منمارة الساعة والعياذ بالله لنزلنة الدم مكة والمدينة. ويخرج للدجال حين نزوله قرب المدينة رجل من مؤمنيها، أقشرجه رجل لذكره ليبتل دعواه ليظهر دجله وكذبه. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل المدينة، فينزل بعض السباح التي تلي المدينة، فيخرج يومئذ رجل وهو خير الناس. الله أكبر. كان هذا الخصمان اختصموا في ربهم. إيش؟ كونوا في صف الله لا تكونوا في صف الشيطان. إيرد من ربه ما من خسر قال رسول الله تعالى الدجال له خوارق يخون ذلك يشوفوا الكنوز. الله سبحانه وتعالى يسد مسلسة المسائل دع الربوبية مع ورد يسغل وجه. ورجل قام إلى حاكم جاهل يا والله إنس كلمة الحق فقط له وذا نذكر لدي نقطة زمن خسر قال رسول الله نزلفه واكتاز الحاكم الجائر هو الدجال العياذ بالله وهو خير الناس او من خيار الناس، فيقول: اشهد عند الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى اللي قلت غازي صليش ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بالجنه. والله الجود مراتب، واعلى مرتبه الجود ان تجود بنفسك في سبيل الله، مش في سبيل الله مش في سبيل الدنيا. قال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. ويقول الدجال: أرأيت من قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ هذا من غير الحير من يشتمل شعر الله. فيقولون: لا أشهد الإسلام بي. فيقتله أذنه ثم يحييه سكة زعم هذه الشوشة. مش أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة. فيقول ذلك الرجل من خيرة الناس يومئذ سبحان الله. وذهب قبل علي بن أبي طالب يوم بدر والله ومن كان معه والغلام كما جاء في سورة البروج إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقيد لهذا الدين رجال، ويا نعم الرجال من غيري. فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة من دي اليوم. أما إذا حين دخول الدجاليشة سوى، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، سهل مرة ثانية ويزمى. قال: فيأخذ بيده ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقاه إلى الجنة أو ألقي في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: سنة الشهادة معتبرة، فقد زير قيت الزرقيت الجوم وأخشبخ الشهادة متعني يا رسول الله. هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. اللهم اجعلنا على من مثال هؤلاء الرازق المحبة صلى الله. هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. نعم. إذا تكلم العالم تقية والجاهل بجهل فمتى يعرف الناس الحق؟ مرة تصاورة وغيرني ولا الحق جدل يكملت ولكن كذا عربي يو الأحبة بالله من صور فتنته. فلا تكمن فتنته فتنة الدجال في شكله ولا في لفظه، وإنما فيما يجري على يديه من خوارق وعجائب تفتن الناس وتدفعهم إلى تصديقه واتباعه. مصيبة وديكو ورمس يمينيك عجائب رب العالمين يسلم من دمانين ما يمينيك ابتلاء وامتحان
فمن عشائبه وخوارقه أن معه ماء ونار يخجل للناس أن ماءه يروي ونار تحرق كس أمد تمشي يتبلش ديو ذنا ما الليه بالليه أتقن بالليه تمشي صحر حتى بالعكس أما ندى جهنم تمشي ندى جهنم فماءه نار وناره ماء بارد ومن خوارقه وعشائبه أن معه جبال من الخبز وأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت يقولون ده يجي شعر يجو تزينا سمي الشعر شو ما حتى توش ليرعا كني مش كده لوش المية وخمسين يفني تزينا وهنين فرين فوق ما لي عارف بس يقاول دمسا يقول لك وزونا غروبو شاسنا غروبو بس انت بغاه كافي لش مكرش واحد ولا يشوا بس يروح حال سميت خشت على الملن شاس كدت يويوا إلى غير ذلك الله السلامة ويأمر الأرض نهكرة قاع ساعة أن تخرج كنوزها فتخرج داد الجوهر داد الدم قشت من ذلك إذا ما شاء الله إذا فتنة رهيبة كذلك سرعة انتقاله بين البلدان فهو يتحول أو يتجول بين البلدان بسرعة تفوق الخيال تسر الطاس أبو حسد كوله فلقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرت الريح أنصى الشد كمن الماء أما الحز ومن فتنته كذلك أنه يستعين بالشياطين وأتركك ذلك أيها الأحبة في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة خوارق كثيرة وفتن رهيبة جاءها الله على يد هذا الدجال ومن فتنته كذلك أنه يستعين بالشياطين. قال صلى الله عليه وسلم وأن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك ما رسحيغيش ما مش يمش هذا الشهد فيقول نعم ما شاء الله فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك يا رب لا تحاسب ثبت عند حسنات تستعدوا لها المكين في كقاشات المخدي المجوس كذا يريد نفسنا من يكون يهنس ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وجعلنا كذلك مش حالك ترجع غيث من الله من امتحانتنا والله سبحانه لك ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته تستثنى المؤمنين. رواه ابن ماجه وهو صحيح. فأكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاق من الناس غالبهم الأعراب والنساء. رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة شمنهم وذيهم إذيلفا. واسم الدجال عند اليهود المسيح ابن داود وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد إليهم الملك. عقائد باطلة وضعيفة عن الشيعة من اهل الشيء الحمد لله عن عقائد من اخر كتاب السنة غير اسم قناة المسيح بن داود اسم ديار الملك الانسان باللي الآية الآية في السيدة في الثلة والجمالين وما أكثر أتباعه من الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم بعث الجهل يفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوه على سير أخوات هذا الزيت السيد الخارج نستهجي سبولة نروح سود العاصر هو يسمو العاصر يسود سناسي وادي نسمارة قارقة نزل حاجة اسمها مش يوم إن كان هو شو مسجد بتليفون فيه شيء العاصر مش ليه الناس ما هذا ليس تحسن العاصر ليش يكمل ليش قارق خاك ليش نكي يرسكين دي مينة توريق دي مينة ليش هل مين يخدم يتما في الحج احنا في مينة في بقاع المقدس ما شاء الله إذا نقول عن آس يا نورا يا رجال البلاد ناس حجج قد رجج ونحسن النجاح ونحسن المراج
واش تنسي دير حاجة تعاكي باش قلو ضعك تخفنش ماذا اللي جنب لدينا الله سبحانه وتعالى يحكي المال للملكة عش ما قبو مشتين والله تتوها ترغى منع بذوران ها سيدي رجال البلاد لا بالناس ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الجهل يثمى شاء الله السلامة ويحرم الجهل عفان فشعر غير فان فلأن الجهل غالب عليهم وأما الفساد غالب فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهم ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه الصدقة وفي المدينة يأتي من الطائف فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وبناته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه رواه الإمام أحمد وهو صحيح إبغارين أتوى مشكلة عنيرة خير مش لكن ترخوا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله هل يعطف من هذا المدي شاف عمتيش خاتيش جماش يديش هاتيش يا بهديك وش وقت فطعه وشور ما غاضية أثات شي خارق والعياذ بالله زمن تكن تنهاني ذاتك من غير المصيبة يا ولك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدة التي يمكثها الرجال في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة الحمد لله دروس المدة غير تمكن لأبطال المصيبة ما يثبت ايه والله 40 يوم نهار مزوارو ديش عام وشكنين ديش شهر وشكنين ديش الأسبوع وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك الذي كسانه أتكفين فيه صلاة يوم والندان نهار ديش عام ولا تكفيش الصلاة شنو النهار في الصلوات قال لا قدروا له قدره رواه الإمام مسلم قد علاش عام قتل يوم 65 بس في الساقة تصد من الشهر وتأملوا معي أيها الأحبة في الله وإذ الصحابة أصحابه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الصلاة الصلاة الهمسم الصلاة الهمسم الدين ويقولون أتكفين فيه صلاة يوم فهذا الذي يشغلهم وذلك لأن الدين هو قضيتهم الأولى والآخرة رضي الله تعالى عنهم يهمه الدين شان من عن الزد شان قل ضد الدين ماشي تمام غام شان نجمع شان نجاع إيش لا حول ولا قوة إلا بالله يقول أحبة الكرام هذا قليل من كثير فلا زال هناك الكثير عن فتنة الدجال فلقد أجملت لكم ما تيسر على نقف على خطورته فالعصمة من فتنة الدجال أيها الأحبة التعوذ بالله من شره ابن قاد الدشهود أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف يمكن أن يثير لشان نحفظ الكهف يجمل يفقع الخطر نحفظ عشر الآيات قال صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال خام أول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرار والابتعاد عنه واستقر قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات تزيقة الزيكي ووالو تغزقاء ممتزشار عياذ بالله إذا الفتن من وقت تقارن لكن لا أجد لك أيها المؤمن أو أيها المسلم سبيلا للنجاة أكبر وأشرف أخشى من شيء فتن أبدا شيء سخن وأعظم من أن توحد الله جل وعلا إذا تدير سلمة يعني نصد بالقرآن وتعرف معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أتسلم في الشروط مثل النواقي مش هتفهم المليح فهذا هو أصل الأصول إن من دين رسول الله القرى مكة والمدينة واهتتين في الشمال على الثيسة والسماء قبر ولا قبر أنت على عن حيش قال ما قوم يسلك كيفش ما تفضل مش معش هي ما لو فيش دنيا مش مديش أخذني إذن هاش مش هيفتن توحيد فهذا هو أصل الأصول وبر الأمان لكل مؤمن يريد الأمان حقا في الدنيا والآخرة أن يقول صلى الله عليه وسلم يقرأ كلمة كافر بين عينيه إلا مؤمن موحد لله سبحانه وتغان إلا المؤمن غاشه الطوم من عدو الله الكافر للثلاغ كافر وقد قال الحسن رضي الله تعالى عنه
ليس الإيمان بالتمن ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العلمات ومثال الإسلام. أخاف من شمن الحمد لله أرقور جمل ناس خدمة، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. كذلك الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، صدق المنافي للشك استبعد من جاء إبراهيم عليه السلام وتله للجبيب تاخذ مش كيف كيف يفشخ في النس. صدقت الرؤيا ينادي ربي يا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا، يحتش قوس غاص نفس الأمر الصدق يصبح يجمع، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه اللي بالخيار أدخل من الخيار، ولد قال لا إله إلا تحت كل شيء وتزد وتضفل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وأخيرا أيها الأحبة تكون نهاية الدجال وألاكوا على يد عيسى عليه السلام، وهذا من رحمة الله عز وجل وأرضي خسيطة عيسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يجهد الفتنة ابتلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وعلى عقيدته وأن يعصمنا من فتنة المسيح الدجال ومن سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فنظرنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا نكون من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيتنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكشف لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بما أحييتنا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا يا ربنا لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا محبة نبيك المصطفى وأصحابه وأولياءك المؤمنين. اللهم اشف مرضى المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والدينا جميعا اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم ارحمنا إذا سلمنا ما إلى صاروا إليه. اللهم اجعل عملنا في هذا المسجد كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد نصيبا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه يا أرحم الراحمين. يا اللهم هذا الشباب والنساء والفتيات الشيوخ الرجال في هذا المسجد وفي سائر المسجد، اللهم ارزق لهم الثبات، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق من يكون حساس لما تحب وترضى، اجعل البلد امنا مطمئنا وسائر المسلمين اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.